الله يرضي عليكم. وخلا ما خصنيش نهضر في هذا الشيء وهذا، ولكن شوف لمصلحتكم انا غادي نهضر في مصلحتكم. شوف الله يرحم ليكم، ملي تدخل لمجال العملات الرقميه اذا ما عندكش القلب باش تدخل لمجال العملات الرقميه غير قلب، الا ما عندكش القلب غير قلب. علاش؟ واش نتوما صاحبي غير تيطيح السوق تتبداو بغيت ننتحر امي ورا اخي اخي راه هذا هو المجال. هكا عرفناه من نهار حلينا عينينا، من نهار شفنا عرفنا هادشي هكا داير. الا ما عندكش القلب قلب، بلا ما تدخل لهادشي تبدا تحمق راسك. والله سو لا داعي انك تبقى تغي طيح السوق هما هما مالك اخويا كالم داون. راه داكشي علاش تنقول لكم احنا دابا تتهضرونا، ولكن تيبقى فيا الشعب وحق الرب يوما ميكو. ولكن ما داكشي اش تنقولوا، دخلوا انفيستيسور ما تدخلوش تريدين. غتدخل تريدين غتاكل القمن، راه قلنا لكم شحال هادي. ودابا دويتونا حيت بنادم تنشوف فيه تنشوف شي مصائب، بنادم باغي يموت وما عندكش القلب قلب صافي سالينا. بلا ما تبدا تدخل راسك شي حاجه ما عندكش سميتو، اما دخل انفيستي. راه داكشي اش تنقول لكم، دخلوا انفيستي انفيستي باش ما تمرض راسك هكا. هذا وحده دون بار دوتخو بار. شي قروضه شي قروضه، تنقول قروضه تينقزوا هاد الايام انتو تيقدموا في عباد الله. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، ها وديناتي ها هما ها هما تاني وقولوا لا راه ما قلتش ها هما، راه شي قروضه قاعدين تيقدموا فيكم. واللي كيفهم راه كيفهم. السلام عليكم. راه القروضه قاعدين تيقدموا فيكم، وتنشوف شحال من قرض قاعد تيقدم وتيقيد في عباد الله. وعباد الله ديك اللعبه ديال واو، علاش؟ حيت بنادم ما قاريش. والاخوان تنقول لكم ايضا باي زفته بغيتي تدخل ليها سير قراها دو باز، سير قراها دو باز، ما تخليش شي واحد يبدا يقيد فيك. وبنادم قاعد تيقيد في عباد الله هكاك، بنادم قاعد تيقيد المكلخ المجلج قاعد تيقيد في عباد الله هكاك، وقعد بنادم مقيد معاه. ودابا تاكلوا واحد، عرفتي واحد الخبطه تنشوف فيها بتوقع على حساب هذاك الشيء ديال التفاعل اللي شفت. واحد الخبطه بتوقع الله يرحم ليك الوالدين. تدخل شي مجال سير قرا عليه، الله يرحم ليك الوالدين. تبقى تتقدم واللي جات يسوقك بحال النعجه. واحد راه كاع تيسوق في النعاج دابا تيسوق فيكم. سير اوليدي دابا تشوف العصا. قاعد تيقدم فيكم عباد الله. هو قاعد تيقدموا فيكم، سير تقدموا. انا قلت لكم هذا الشيء لحمايتكم، ودبروا راسكم في الاخر سوقكم هذاك. سير اخويا بغيتي تدخل المجال، بغيت ندخل المجال ديال العملات الرقميه مثلا تعجبني، نمشي يا اخويا نقرا نعرف شنو هي بلوك تشين، نفهم شنو هو الزمر هذا دو باز، نعرف نقرا على لي بروجي، نعرف نحلل لي بروجي، ما نخليش قرض يبدا يقرضن فيا. اللي قال لي نقول ليه امين، انت اللي كاين وانت واعر. الله يرحم باكم الخوت، راه تنعياو فيكم. سيروا قراو اخويا، انتم ما عرفتوش رزقكم. ما عرفت انا بنادم اللي كيحط فلوسكم اللي كتحطوا، واش دوك الفلوس كتضربوا عليهم تما، ولا راه اللي كيدير بحال هكا شي واحد اللي دابا هاد الخدمه ديال العجز ديال شي واحد لاباس عليه مرتاح، فهمتيني؟ ما عندوش مشكل يخسر الرزق، فهمتي؟ يقدر يضحك مع صاحبي يقول له خسرنا واحد 20000 درهم دابا والله الا بخير وعلى خير. يقول له انت 20000، انا خسرت 100 مليون غير دابا والله الا بخير. حق الله تديروا بحال هكا، ماشي كتضربوا فيهم تمارة انتوما، والله ما كتضربوا فيهم تمارة بحال هكا انتوما دايرين. لا ما نقول لكم سميتو، لا خسرنا واحد 30 مليون هي دابا والله العظيم. حتى انا مشات لي واحد 10000 مليون ايوا والله الا بحال هكا كتعجبوني وحق الرب. ايوا سير اخويا. المهم خايبين، بغيت نشري شي تيلي وبلا ما تبداو تسولوني على العملات الرقميه، راه ما تندويش عليهم غير حتى راه تنبغيوش ندويو تنصدقو تندويو. حيت بنادم شئنا ام ابينا راه بنادم داخل الكريبتو، بلا ما يحضرني شي واحد انا يعني.